الله يبر لي. المرحله الاولى تاع الاستعدادات كانت كيف ما حبينا، وصلنا لزوبجيكتيف تاعنا الحمد لله، زوز مباريات وديه، اهم شيء ما فماش اصابات. الدرجه تاع الجاهزيه تاع الملعبيه قاعده بشوي بشوي ومونت اون بويسونس. ان شاء الله الاوبجيكتيف تاعنا في اول كومبيتيسيون هذه نكونوا في افضل حالاتنا، ان شاء الله ربي يوفقنا. ان شاء الله نعرفوا ونحبوا نعملوا كومبيتيسيون كبيره حضرناها كما يلزم دو ماتش ميتوتا وتعاوا عن الفواياج الكولوغو، وان شاء الله نعملوا بدايه كبيره ساعد ناميبيا باش نكملوا ان شاء الله نمشوا البعيد. عندنا كنت الاخير على مستوى عالي الحمد لله، تحضيرات كل شيء محبين ان شاء الله غادي نجيو نشوفوا كل محاضرين وباش نوصل البيت. الله فرحان ان شاء الله، الشعب التونسي الكل يكون فخور بالليك ناسيونال ان شاء الله. ماشيين ديما فما تحديات بالماتش بالماتش ان شاء الله، وربي يوفقنا. البلوز امبورتون الماتش الاول ان شاء الله يتعدى ماتش باهي ونكونوا حاضرين 100%، والباقي في جيب الطبيعه كل ماتش وماتش ان شاء الله. التحضيرات الفات توا نروح ان شاء الله، وعازمين باش نعملوا نتيجه ايجابيه، نعملوا نبدا في الجايه ان شاء الله نمشيو ابعد من الناس. بيان سور مجموع احنا On est beaucoup déterminé, prochain concentration maintenant au nord peut-être un affichage. On a un bon groupe, Naïcho bien ensemble. Donc le plus important c'est d'être prêt le premier match. Bien sûr, le منتخب ما تحتاجش في الساهل. الواحد لازم يكون حاضر 100%، مركز 100%. في نجم يقدم الإضافة المطلوبة مني وإن شاء الله نفرح الشعب. كنا نعرفوا البوا اللي عندنا في أفريقيا، إن شاء الله نلعبوا على حدودنا ونوصلوا البيت. Sérieuse commence aujourd'hui. C'est pas qu'avant c'était pas sérieux, mais on commence à mettre un pied dans la compétition déjà aujourd'hui avec le voyage. Et j'espère qu'on va réussir à s'adapter rapidement et pour faire une très belle compétition. On va tout donner, on va essayer de remporter cette Coupe d'Afrique. Moi en tout cas, quand je rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Je sais que mes coéquipiers aussi, on a toute cette mentalité de compétiteur et on va tout donner, Inch'Allah. Je prends la compétition et la confiance que je prends la malade avec Nicholas Baïd, Inch'Allah. Inch'Allah, اللي حكينا فيها الجمهور والمنتخب. نعم معناتها الناس كنا نحكيو اللي نحبوا نوصلوا البعيد، سي اوبجيكتيف معناتها عندنا كاليتي في الجمعيه علاش لا. اخر تحضيرات هم تشوفوا توا هذه الترتيبات اللوجستيك، سفر اللاعبين تشوفوا معناها نعتقدوا انهم خلينا حتى شيء للصدفه، هزينا اللي لازم يتهز، حضرنا رتبنا كل شيء، ثم وفد مشى قبل وعاود رجع قبل ايامات باش يوقف على كل كبيره وصغيره، كل شيء متوفر، كل شيء وفرناه للاعبين. نعتقد انه جاهزين 100% للكنديه تاخذ النتيجه اللي نحن عندنا في خط كبير باش تكون ان شاء الله نتيجه متميزه. وهذه حقيقه غادي نشوف فيها، على خاطر الجامعه هي هيكل منظم مليجل، معناها فيه ادارات، فيه ناس تخدم، كل واحد يعرف الخدمه نتاعه، منظمه ومهيكله كما يجب، اللي هي هذه تخلي الاستمراريه نتاع الهيكل هذا يقعد يشتغل في احسن. الحياة FM، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة FM.